Let's go. مرة أخرى إشاعات بالجملة عن نينتندو سويتش الجديد، رأي في عرض سوني State of Play، وموجة من التسريحات مرة أخرى تصيب صناعة ألعاب الفيديو ما عدا شركة واحدة. كل دوت والمزيد هنتطرق له في الحلقة 140 من حصاد الأسبوع اللي بنتابع فيها سواء أحدث أخبار عالم الفيديو جيمز أو الباول. لو ديت أول مرة ليكم على القناة أهلا بيكم، ياريت تعملوا سبسكرايب، وفي كل الأحوال لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا عليه لايك، وهكون متشكر جدا لدعمكم. حلقة حصاد الأسبوع برعاية المنتسبين للقناة. تعالوا نبدأ الحلقة بالنظر لتقييمات بعض الألعاب اللي أصدرت في الأسبوع السابق للحلقة، والحقيقة إحنا معنا مجموعة كبيرة جدا من الألعاب المرة دي. تعالوا نبدأ بأول عنوان وهو طبعا Suicide Squad Kill the Justice League. انا كنت قلت في قائمة اهم العاب شهر فبراير يا جماعة استنوا ما تشتروش العنوان لحد ما نشوف التقييمات بتاعت العنوان ايه، لانه مثير للجدل قبل اصداره. الحقيقة معدل التقييمات مش حلو قوي، يعني احنا بنتكلم عن 63، يعني اللعبة ممكن نقول معقولة اخرها تعدي يعني بالكتير، وده طبعا مش اللي كان متوقع من الاصدار دوت، ان هو المفروض يبقى اصدار كبير وتأجل كتير كذا مره. واضح ان يعني انه لا، لم ينال استحسان النقاد. 63 معدل مش معناه انها لعبه فاشله، على الاقل من مش هقول لك من ناحيه المبيعات، لكن من ناحيه اللعب 63 يعني يا دوبك ممكن تنبسط بيها، لكن الحقيقه دوت بعيد 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 قوي عن اللي كان منتظر للعنوان دوت. واظن حان الوقت ان روك ستادي تبتدي تبقى ستادي وتبتدي ترجع لتركيبه الالعاب بتاعت سلسله اركام العظيمه اللي كانت مفيش فيها اي مشاكل. بقالهم كده عنوانين من وارنر برادرز بيألفوا جوثام نايتس وسويسايد سكواد كيل ذا جاستس ليج. يعني يا ريت يا جماعه لو حد من وارنر برادرز بيتفرج على قناه مانجا 64، والله انتوا اللي عملتوا الترند، يعني مش محتاجين تعملوا اي حاجه انكم تعودوا لجذوركم وتبتدي تعملوا لنا العاب كويسه. لو جربت اللعبه يا ريت تقول لنا رايك فيها في الكومنت سكشن للافاده. لكن بعيدا بقى عن العناوين اي كلام، في عنوان اخر اي كلام Silent Hill The Short Message او الرساله القصيره. العنوان دوت كان مفاجاه الحقيقه في عرض سوني State of Play، لانه اولا عنوان جديد من Silent Hill، وثانيا مجانا، وكمان كان شادو دروبت يعني نزل في بعد العرض على طول. العنوان حصل على معدل تقييمات، يعني احنا كنا بنقول 63 سويسايد سكواد كيل ذا جاستس ليج وحشه، 49 ده على موقع ميتا كريتيك، يعني ما اعرفش بدوت معناه ايه. طبعا انا بقول لكم ارقام انا ما جربتش، فما اقدرش ادي لكم يعني وجهه نظر مركبه ومعقده وحتى ممكن نقول حقانيه، انا بس بنقل لكم الارقام. لكن في ارقام كويسه، ونبتدي بقى نبص بجد المره دي على الارقام الكويسه. اول لعبه معانا في التقييمات المعقوله جدا جدا هي جراند بلو فانتسي ريلينك. اللعبه ديت حصلت على معدل تقييمات 80 على موقع ميتا كريتيك. لعبه جميله جدا، اكشن ار بي جي، واضح انها عامله شغل كويس. 80 يا جماعه، ناس كتير تقول لك 80 دي مش قد كده، لا 80 دي معناها انها جيده جدا. انت لو في الكليه وجبت 80% دوت جيد جدا، فدوت تقييم معناه ان اللعبه جيده جدا. ويليها بقى بيرسونا 3 ريلود. طبعا عناوين بيرسونا يعني انت يا بتحبها يا ما تحبهاش، لكن اللي ما فيش شك فيه ان اطلس دايما بيعملوا العاب عاليه الجوده، وحصلت على معدل تقييمات 89 على موقع ميتا كريتيك لحد دلوقتي، ودي طبعا ريميك للعنوان الاصلي اللي كانت عمل الله اعلم بشكل من قد ايه، من زمان جدا، واللعبه مقديه بشكل جيد، وده المتوقع من سلسله بيرسونا بشكل عام. لكن اللي ياكل الكريزه زي ما بيقولوا فوق التورته هي تكن 8، لان اولا حصلت على معدل تقييمات عالي جدا 90 على موقع ميتا كريتيك، وغير كده
كانت الترندنج بالنسبة لألعاب الفيديو الأسبوع اللي فات فوق بالو وورلد. بالو وورلد طلعت كسرت الدنيا، تاكن ركبت فيها وكسرت الدنيا أكتر، واضح إنها عاملة شغل جامد جدا وناس كتيرة بتشكر فيها. أنا ماليش قوي في ألعاب القتال، يعني آخري مورتال كومبات 2 وكيلر إنستينكت اللي كانت على سوبر نينتندو كمان، يعني مش على نينتندو 64، ويعني شوية سوبر سماش كده على الماشي. فالحقيقة يعني واضح لأ انها عنوان قوي جدا، ودوت اللي احنا متوقعين. وطبعا تاكن لما بتنزل بتنزل تعمل شغل كويس، ودوت شيء ظريف، وخاصة ان مورتال كومبات يعني ما كانتش بسطة الناس قوي. فتاكن 8 100 100 او 90%. تعالوا نبتدي بقى بالاخبار، واول خبر معانا هو ان بانداي ناميكو من الخفاء ومن الظلال حدفت علينا مقطع تشويقي للعبة قتال من سلسلة دراجون بول بعنوان دراجون بول سباركينج زيرو. اللعبة لسه ما ملهاش معاد إصدار، لكن حصلت على مشاهدات بالملايين، يعني المقطع حصل على مشاهدات بالملايين، وده بيوضح قد ايه في تعطش لعنوان جديد. زي ما قلت لسه ما نعرفش معاد إصداره، وإن شاء الله لما يبقى في معلومات هبقول لكم عليها أول بأول. في إشاعة قوية دايرة على النت الأسبوع اللي فات، وهو إن شركة جرازو أو فريق جرازو دوت اللي عمل الريميك بتاع لينكس أويكنينج على النينتندو سويتش شغال على ريميك لعنوانين قويين جدا، وهم زلدا أوراكل أوف سيزن وأوراكل أوف إيجز. الكلام دوت منطقي، انا من الحاجات اللي انا متوقعها، ده موضوع على فكره فيديو انا لسه بجهزه، ايه الالعاب اللي انا متوقع انها تصدر في العام الاول من جهاز السويتش الجديد، ومنها ريميك ما للعبه زلدا كلاسيكيه. انا كنت اتمنى لينك تو ذا باست، لكن شايف برضو اوراكل اوف سيزونز واوراكل اوف ايجز دوت خيار منطقي جدا. طبعا ديت اشاعه، ما نعرفش الكلام دوت صحيح ولا لا، لكن اشاعه منطقيه، اشاعه قابله للتصديق. أعلنت سوني بلاي ستيشن عن لون دراع جديد للدول سنس، دراع البلاي ستيشن 5، وهو الفضي اللامع، السيلفر شايننج، لا هو سيلفر بس شايننج قوي الحقيقة، شكله جامد جدا. معرفش يعني كويس ان هم بيعملوا دوت، احنا عايزين بقى كل الدراعات يبقى فيها هول افكت علشان موضوع الدريفتنج دوت يتعالج، لان الموضوع بقى سخيف. متعودوش تغيروا في الالوان وشغل الصهاينة دوت، لا اعملوا لنا دراع ان شاء الله يبقى يعني لون خشب بس ما يبقاش فيه دريفتنج، علشان انا لسه جايب دراع بلاي ستيشن اللي كان قال ان الجيل الجديد اللي هو الاحمر والاسود والمش عارف ايه والحاجات ديت مش هتعمل دريفتنج، برضه عمل دريفتنج. فيعني يا ريت يا جماعه، يعني الواحد بقى بيجيب دراعه مش عارف هيقعد معاه اكتر من شهر ولا لا، الموضوع بقى سخيف الصراحه. كفايه الوان، ركزوا في المهم. وطبعا بقى على سيره التركيز في المهم، فنينتندو برضه اعلنت عن جوزين جوي كون بمناسبة إصدار لعبة Princess Peach Showtime اللي هتنزل في 22 مارس، والجوي كون دوت برضو هينزل في 22 مارس، لون البينك لون الأورنفل، وبرضو نفس الكلام، يعني تمام ألوان جميلة، ألوان جديدة، اختراعات ظريفة، كتر ألف خيركم. فين التصليح للدريفتنج؟ جهاز نزل من 2017 يا جماعة، مش معقولة يعني بقالنا 7 سنين ولم تهتموا على الإطلاق بحل المشكلة، بينما واضح ان الموضوع مش معقد، يعني واضح ان شركات طرف ثالث كتير بتعمل تكنولوجيا الهول إفكت، مش بتلغي تماما فكرة ان ممكن يحصل دريفتنج، لكن الى حد كبير يعني بنسبة كبيرة قوي قوي ما بتحصلش. فيعني برضو النبي ألوان أقل ودريفتنج أقل. على سيرة الدراعات، في حد أروبا رصد إعادة تسجيل الملكية الفكرية لدراع الجيم كيوب دوت طبعا من قبل نينتندو في المملكة المتحدة، ودوت طبعا فتح طوفان من الإشاعات. فتعالوا نقول إن هنا في احتمالين، الاحتمال الأقرب للحقيقة غالبا هو أن نينتندو بشكل دوري بتجدد الملكيات الفكرية بتاعتها، فبالمرة تعمل تجديد ملكية لدراع الجيم كيوب. لكن في بعض الناس قالوا لك طب والله ممكن دوت يكون معناه أن نينتندو
بتجهز انها تعمل دراع جيم كيوب بلوتوث زي ما عملت مع دراع السوبر نينتندو مع دراع النينتندو 64 ومع دراع النينتندو الاصلي, بحيث ان العاب الجيم كيوب هيتم اضافتها الى خدمة النينتندو سويتش اونلاين ربما مع انطلاق الجهاز الجديد. ديت برضو اشعاع او تكهن ما نقدرش نعرف, انا في تصوري هم بس بيعملوا اعادة تسجيل للملكيات الفكرية لكن الله اعلم, كله هيبان غالبا قريب. تعالوا بقى نخش على الخبر يعني ايه هيكرر كذا كذا مره, يعني التيمه هو اخبار مختلفه من اماكن مختلفه لكن هي التيمه واحده, وهي المجازر اللي بتحصل في اورقه شركات صناعه الالعاب. ونبتدي ب امبريسر جروب, واحده من اكبر شركات صناعه الالعاب وتحتيها شركات كتيره جدا جدا, عماله بقى ترفض الناس ترفض الناس ترفض الموظفين, لدرجه ان ايديوس مونتريال واحد من الاستوديوهات القويه جدا اللي تحتها وعمل عناوين كبيره كتب رسالة ان هم تقريبا يعني نفضوهم وكانوا شغالين فيما يبدو على عنوان للسلسلة المحببة ديوز اكس وبقالهم سنتين, يعني احرزوا اكيد تقدم كبير لكن العنوان طبعا مع تسريح العمال من هذا الاستوديو العنوان تقريبا خلاص غالبا مش هيطلع للنور, ودوت مجرد يعني اول شركة. طب ايه بقى تاني شركة؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت بعد ما حصلت على اكتيفيجن بليزرد في صفقة كبيرة جدا وعدنا يعني سنة ولا سنة ونص بنتابع المحاكم ونتابع الأخبار ونتابع التسريبات وي وي وي, في برضو مذبحة حصلت في اكتيفيجن بليزرد لدرجة ان حوالي 9% من الموظفين يعني 1900 بني آدم تم تسريحهم, ودوت أدى برضو لإلغاء عنوان بقاء جديد كان اكتيفيجن بليزرد شغالين عليه, بيقال والله دوت علشان الموارد والمهارات والمواهب تتركز ناحية مشاريع أخرى لم نسمع عنها بعد. منظرها مش حلو الصراحة بعد ما شركة تستحوذ على شركة تانية ومعاملة مذبحة بهذا الشكل, قرب 10% من الموظفين يطيروا, يعني هنتكلم عن ناس حياة ناس ومصير ناس, فشيء الحقيقة مؤسف مؤسف جدا. لكن يعني هي فعلا صناعة الألعاب بتعاني, مصاريف إنتاج الألعاب بقى غالي جدا بقى كبير جدا, وفي شركات مش قادرة انها يعني تعمل الألعاب السينمائية الجبارة الجرافيكس اللي مش عارف ايه, وتقعد حتى اتفرج على لما تيجي تختم لعبة وشوف بس الكريدتس اللي في الاخر كمية البشر اللي شغالين على لعبة واحدة, فالموضوع طبعا يعني مش عارف, انا الصراحة مش عارف هل دوت الحل ولا لا, لكن اللي شايف ان هو مش حل دوت يبقى الجزء الثالث في الفقرة ديت هي رئيس نينتندو ايواتا اللي قال مش من الصحيح خالص انك تستخدم التسريح كحل للمشاكل المالية, وهو بيقولك احنا فعلا واجهنا وبنواجه صعوبات في السنوات الأخيرة. طبعا دوت له علاقة بالكورونا, له علاقة بالشح بتاع الشرايح, له علاقة بزيادة مصاريف الشحن, طبعا التضخم اللي أغلب بلاد العالم بتعاني منه, فكل الشركات بتعاني حتى مش في صناعة الألعاب. لكن هو عنده وجهة نظر سديدة جدا, قالك صعب جدا يبقى فيه ناس أنت مستنيها تبدع وتعمل لك أعمال فنية وألعاب الناس تحبها وتعملها بروح وبشغف, وهو حاسس أنه ممكن في أي لحظة يترمي في الزبالة, فهو بالنسبة لهم ما بياخدوش التسريح كسياسة لحل المشاكل, ممكن ينقصوا البونس, يا جماعة ما حدش هياخد بونس السنة دي, أو المديرين يقللوا من مرتباتهم, ديت الخطوات اللي بياخدوها قبل ما يوصلوا للتسريح. وكنت أتمنى إن دوت اللي احنا نشوفه في الاستوديوهات الأخرى, لكن يعني طبعا يمكن ديت حاجة ثقافية في اليابان ما عرفش, يمكن ديت حاجة في الدي ان ايه بتاع نينتندو, يمكن هي ظروف نينتندو المالية تسمح لها انها تعمل كده وبس, دوت شو ما عرفش, بس يعني على الأقل في ترند ماشي وفي حد ماشي ضد الترند كمان, دوت مش شيء وحش خالص وجميل لنينتندو. نينتندو شركة جميلة صح؟ هم بيعاوزين فلوس برضو زيهم زي أي حد. دلوقتي الأسبوع اللي فات بقى كان في يعني مجموعة كبيرة من الإشاعات والتقارير بالجملة عن جهاز السويتش الجديد, وتاني هفكركم كل ما هيزيد الكلام وكل ما تفاصيل الإشاعات تبقى محددة
نبتدي نحس ان الاعلان وشيك، لسبب هو ان لو الجهاز في المصانع دلوقتي ان عاجلا او اجلا زي ما حصل مع سويتش لايت، في حد هيقوم واخد صورة، هيقوم عامل حاجة وهيكشف للجهاز عن العالم بشكل يعني انتي كلايماكتيك جدا، اللي هو يعني مفيش حماسة، مفيش اي حاجة، صورة مبكسلة حرقت لك الكشف عن الجهاز الجديد. فأظن ان دوت هيحط نينتندو في موقف صعب لو ايا من الكلام اللي احنا هنقوله دوت حقيقي. طيب تعالوا نبتدي بتقرير من هيروشي هاياسي في موقع بلومبرج، اللي قال ان وديت حاجة احنا سمعناها كتير، شاشة جهاز سويتش الجديد هتبقى 8 بوصة، يعني كبيرة كبيرة قوي ومش هتبقى LCD، مش هتبقى OLED. وده بالنسبة لبعض كان خبر محبط، وانا شايفه كده بصراحة. انا افضل شاشة 7 بوصة او حتى 6 بوصة ونص وتبقى OLED عن انها تبقى LCD، لكن ده طبعا عشان يخفضوا تكاليف التصنيع، وبخاصة ان نينتندو في موقف صعب جدا، لان هي لما ابتدت السويتش ما كانش فيه اجهزة محمولة، كان خلاص هو الثري دي اس، وسوني صرفت النظر على بلاي ستيشن فيتا، ومفيش بقى الكمبيوترات المحمولة دلوقتي، عندنا ستيم ديك ولينوفو مش عارف مين والروج الاي اسوس واياني، واي حد ماشي معدي بيقوم عامل جهاز كمبيوتر محمول. فاذا نينتندو ما بقتش لوحدها، فنينتندو محتاجة تقنع الناس بالجهاز الجديد، فلازم تبقى مواصفاته قوية. وهنا يأتي منطق ان طب ما احنا ممكن نضحي بالشاشة، لسه نعمل شاشة حلوة وكل حاجة و1080 ممكن، لكن ما نخليهاش OLED بحيث ان احنا نحط التكلفة في قوة المعالج وقوة كارت الشاشة، وبعد كده بعد كام سنة نقوم عاملين نسخة OLED. ممكن دوت يبقى الفكرة. في اشاعة تانية احنا سمعناها ان لا، ده هم هينزلوا جهازين، واحد OLED واحد LCD، وانت اختار، ممكن جدا الله اعلم، لكن اظن هو بيبقى افضل للشركة انها تحتفظ بما يسمى بالريفرش، بحيث ان ايه تعيد الانتباه للجهاز بعد مثلا اصداره بسنتين ثلاثة. وعلى سيرة بقى الشاشة، فوفقا لتقرير اخر من بلومبرج، فنينتندو استوردت ما اسموه بشاشات الترفيه، نينتندو اللي مسمية دي كام شاشة ترفيه، 10 مليون شاشة ترفيه. فناس بتقولك لا عادي، ما دوت الشاشة ده بتاع اجهزة السويتش، ما ظنش بتاعت 2017 او الاولاد، ما ظنش، لان هو اوريدي مبيعات الجهاز ابتدت تقل، وغالبا في ستوك كبير محتاجين يتخلصوا منه. فانا في تصوري لا، دوت للجهاز الجديد 10 ملايين معناه ان هم بيخططوا ان هم في فترة معينة يعملوا 10 مليون جهاز. ده ممكن يبان رقم كبير، لكن مش معناه ان مش هيبقى فيه شح في الاسواق زي ما حصل مع البلاي ستيشن 5. غالبا اللي حصل مع البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس دوت استثنائي، ما فيش حاجة هتوصل له قوي، لكن لسه الدنيا برضو ما ظنش السوق زبط قوي. الفكرة ليه بنقول ان مش معناه بالضرورة ان مش هيبقى فيه شح، علشان حسب لو العشر ملايين وحدة دول على اساس هيصنعوا او بيخططوا ان هم يصدروا 10 اجهزة، قول مثلا من صيف هذا العام لنهاية العام المالي الحالي اللي هينتهي في مارس 2025، 10 مليون غالبا مش كتير. لكن لو العشرة مليون دول مثلا في موسم الأجازات والأعياد في أوروبا وأمريكا وكده، اللي هو مثلا إيه شهر 11 أو حتى آخر 10 لحد شهر 3، بنتكلم ساعتها في 5 أشهر، 10 ملايين ده معناه ان اللي عاوز جهاز غالبا هيلاقيه في اغلب حتة العالم. لكن طبعا برضو دي مجرد تقارير ما نعرفش صحيحة ام لا. على سيرة بقى التقارير اللي احنا ما نعرفش صحيحة ام لا، نربط بقى خبر تاني اشاعة الحقيقة. في مسرب معروف اسمه نيك بيكر، طلع على قناة اسمها نينتندو برايم، قناة صاحبها شخص امريكي، والراجل ده بقاله فترة عمال يؤكد ان في ثمة اعلان ما عن جهاز سويتش الجديد قريبا. يعني ما اعرفش المعلومات دي صحيحة ولا لا، لكن نيك بيكر يعني شخص كمسرب، كشخص داخل في الصناعة، سوري مش داخل، شخص من داخل الصناعة، لا يعني ممكن نقول ان احنا نقدر مش طبعا نثق 100%، لكن لما يقول حاجة ممكن ناخدها جد.
فهو بيقول ان في ديركت الشهر ده، وبصراحة يعني هي مش محتاجة مسرب، لان عادة النينتندو بتعمل ديركت في فبراير، اظن في سنة واحدة عملوه في مارس ما عملوش في فبراير، لكن عادة النينتندو بتعمل ديركت في فبراير، وهم يتوقع انه هيبقى في وقت ما هذا الاسبوع. الله اعلم، منطقي جدا. السنه اللي فاتت كان في ديركت في 8 فبراير، فاحنا بنتكلم ممكن مع بدايه الاسبوع الجديد نلاقي نينتندو بتقول لنا في ديركت، الله اعلم. لكن طب ايه اللي ممكن يبقى موجود في الديركت دوت؟ ما اظنش كلام على سويتش الجديد، الا اذا كانوا هيعملوا زي ما عملوا مع موديل 2017 وينزلوا الجهاز في شهر 5 مفاجأة، ها ها دي السويتش الجديد، ساعتها ينزلوا. غير كده يتهيألي هيصبروا شوية ويكلمونا بس عن الألعاب والحاجات ديت. وفقا لواريو 64، وهو أيضا إحدى المسربين على موقع تويتر أو إكس حاليا، بيقول إن هاي فاي راش من الألعاب اللي أكيد هتتعرض في النينتندو ديركت القادم. يعني الاسبوع الجاي لو لينا عمره هنتقابل وهنشوف اي من الكلام ده صحيح ام لا، لو في ديركت وايه اللي جه جواه هنتكلم عنه. اسبوع التسريبات الظاهر، فوفقا لمسرب او مجموعه من المسربين، انا الحقيقه دول بقى باخد كلامهم جد قوي، اسمهم لو مورز لو از ديد. وفقا ليهم فسوني تعمل على جهاز محمول، نعم زي ما كنا لسه بنقول نينتندو خلاص سوق المحمول، الاجهزه المحموله سواء كمبيوتر او سويتش او اي كونسول اي كان، اعيد احيائه بنجاح السويتش. فطبيعي جدا ان سوني ومايكروسوفت، بالمناسبه وفي تقرير بيقول ان مايكروسوفت قد تكون بتعمل على جهاز محمول، لازم هيخش السوق دوت. فوفقا ليهم سوني شغاله عليه، و ممكن يعني لو لسه لم يتم اخذ القرار بلو هيخشوا هيقتحموا سوق المحمول ام لا، لكن الكلام دوت يعني ممكن كمان سنتين نبتدي نسمع عنه. يعني هو لسه مازال داخل التطوير، لكن الكلام هو على انه هو هيبقى قوي بدرجة كافية انه يشغل العاب البلاي ستيشن 4 بكفاءة، وانه ايضا يدعم بعض العاب البلاي ستيشن 5. الله اعلم، كمان سنتين نتقابل لو لينا عمر. طيب دلوقتي بقى بيننا بنتكلم على سوني بلاي ستيشن، فتعالوا نبص على الألعاب المضافة إلى خدمة البلاي ستيشن بلس أسنشل. زي ما احنا شايفين في الكارت اللزوز دوت فوم ستارز، دي أكتر لعبة أنا متوقع لها أنها تبقى حاجة ظريفة. فوم ستارز على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. رولر دوم يعني اوكي على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، لعبه اكشن عجيبه يعني بتضرب نار وانت بتتزلج. واخيرا ستيلر رايزنج على البلاي ستيشن 5، لعبه اكشن ار بي جي. يعني يتهيألي هم عاوزين الناس تركز مع فوم ستارز، فعشان كده مفيش عنوان مثلا اخر قوي جدا، هم عاوزين فوم ستارز يبقى العنوان القوي، ولعلها تكون لعبه ممتعه. انا الحقيقه ما جربتهاش، كان في كذا اظن بيتا عدوا ما اعرفش، بس وحتى مش متحمس قوي لان انا اوريدي بلعب سبلاتون، فيعني حاسس ناس بلاتون للناس اللي عندها بلاي ستيشن هي اكتر من كده. يعني ما بقولش انها تقليد، ما بقولش ان سوني بتقلد نينتندو، لا انا بس بقول ان بالنسبه لي النوع دوت من الالعاب اوريدي عندي حاجه بترضيني منه، فحتى لو اتغير شويه ما اعرفش، بس غالبا هحب اجربها، وقد تكون فعلا عنوان مميز وتقعد سوني تدعمه لفتره طويله. ديت بالنسبه لي العاب البلاي ستيشن بلس اسنشن. لكن طبعا اهم خبر الاسبوع دوت فيما يخص سوني وفيما يخص عامه صناعة الألعاب غالبا هو عرض الستيت اوف بلاي. دلوقتي انا هعمل لكم بلاي للمقطع اللي انا عملته اللي لخصت فيه العرض، لو انتوا لسه ما شفتوش او حبيت تتفرجوا عليه تاني، وبعد الفقرة ديت هقول لكم رأيي في اللي سوني قدمته بشكل وجيز جدا. وغالبا يعني معرفش، حاسس ان انا مش ناس كتير هتختلف معايا، بس تعالوا نشوف. العرض كان مدته حوالي 40 دقيقة
متضمنا 15 فقرة و18 إعلان. تعال نبدأ بتسجيل حضور رئيس بلاي ستيشن الجديد هيرمن هيلست واللي عنده كاريزمة أسفنجة المواعين، بس دوت مش مهم، المهم الجيمز والعرض دوت. لو عاوز ألخصه في السريع هقول shut up and take my money. العرض بدأ بمقطع تشويقي لهيل دايفرز 2، لعبة التصويب من منظور الشخص الثالث الخدمية، وتم عرض مشاهد من الجيم بلاي والتذكرة بميعاد إصدارها يوم 8 فبراير. ثم حصلنا على نظرة مطولة للعنوان المنتظر ستيلر بليد، لعبة الأكشن RPG، وتضمن العرض نبذة عن القصة واللي بتدور أحداثها في المستقبل بعد حدث كارثي دمر الكوكب وأجبر الإنسانية على استعمار كوكب آخر. واضح جدا من اللعبة أن أسلوب اللعب أو الجيم بلاي هيكون متعدد، وهيتضمن الهاكن سلاش أو الضرب والتقطيع، وأيضا التصويب، وكله من منظور الشخص الثالث وفي إطار عالم واسع متعدد عدد البيئات والأعداء. العنوان سيصدر في 26 إبريل. صدقت الإشاعات، وهناك بالفعل لعبة سونيك جديدة قيد التطوير، ويبدو أنها ستنتقل من ثنائية إلى ثلاثية الأبعاد. مش واضح الحقيقة، لكن العنوان جذاب جدا. العنوان هيكون باسم سونيك شادو جينيريشنز، ومقرر إصداره في وقت ما هذا الخريف. ثم تم الإعلان عن تطوير للبلاي ستيشن 5 لعبة الأكشن وتقمص الأدوار المجانية زينلس زون زيرو. وبعد كده حصلنا على نظرة أخرى لعنوان فوم ماستر، لعبة الأونلاين على غرار الأربعة ضد أربعة، اللي ممكن نقول أنها واخدة شوية من فكرة سبلاتون وأضافت عليها ما يميزها، والعنوان مقرر إصداره يوم 26 فبراير. تم الإعلان عن إصدار العنوان المستقل المميز جدا ديف ذا دايفر على البلاي ستيشن في إبريل، وتم أيضا الإعلان عن محتوى إضافي هيتضمن جودزيلا في مايو. ثم عرض مقاطع من لعبة الأكشن والبقاء وتقمص الأدوار من منظور آيسيماتريك في رايزينج، وطبعا هيتم إصدارها على البلاي ستيشن في وقت ما هذا العام. في قنبلة مدوية تم الإعلان عن عنوان جديد ورهيب ومرعب جدا غالبا من سلسلة سايلنت هيل بعنوان The Short Message أو الرسالة القصيرة، والعنوان مجانا ومتاح للتحميل الآن من البلاي ستيشن 5. محبي السلسلة أيضا حصلوا على عدد سخي من مشاهد إعادة تصنيع سايلنت هيل 2، وليبدو أنها ستكون رائعة، ولكن مع الأسف لم يتم تحديد ميعاد إصدار العنوان. من صانعين سلسلة بايو شوك الأسطورية يأتي عنوان التصويب من منظور الشخص الأول جودس، وهي لعبة خيال علمي عجيبة هتدوخ عقلنا، والواحد صراحة مش ناقص ولم يتم تحديد ميعاد إصدار العنوان، ولكنه يبدو أنه سيكون مثير للاهتمام. مقتنيين الفي ار 2 اخيرا هيحللوا شويه من فلوسه بعنوان مترو اويكنينج في ار، ده طبعا جزء من سلسله مترو المحبوبه ومقرر اصداره في وقت ما هذا العام. تم ايضا الاعلان عن عنوان في ار 2 اخر باسم ليجندري تيلز، والعنوان مش عارف يعني يبدو غير مقنع، المهم ميعاد اصداره في 8 فبراير. كابكم نزل بالتقيل قوي بعرض مقاطع رائعة من قصة وأسلوب لعبة العنوان المنتظر دراجون دوغما 2، وهي طبعا لعبة تقمص أدوار في إطار فانتسي، وميعاد إصدارها هيكون 22 مارس، وده اختيار غريب شوية هتعرفوا ليه حالا. لمحبي ألعاب السيوف والحقب التاريخية فأنتم على موعد مع Rise of Ronin، واللي حصلنا على نظرة مطولة عليها. طبعا دي لعبة أكشن وتقمص أدوار في عالم مفتوح، وبالتحديد في يابان القرن التاسع عشر. العرض أبرز لنا أسلوب القتال المتنوع والأعداء المختلفين وطرق الاستكشاف، وحقيقي تبدو مثيرة للإعجاب. مقرر إصدار العنوان أيضا في 22 مارس، فده بيتعارض مع إصدار دراجون دوغما 2. من هنا أنا مستغرب، لكن مش عارف ليه القرار دوت. في مفاجأة على الأقل بالنسبة لي، تم الإعلان عن تطوير وإعادة تصنيع لعبة الرعب السايكولوجي المحبوبة Until Dawn، والمقرر إصدارها على البلاي ستيشن 5 والحاسب. وأخيرا الكريزة اللي على التورتة بالنسبة لي، حصلنا على نظرة مطولة لعنوان كوجيما المنتظر Death Stranding 2 On The Beach، واللي هتدور أحداثها في المكسيك كما يبدو،
ومرة أخرى سيكون على سام بورتر بريدجز توصيل البشر ببعضهم البعض والكشف عن أسرار الرضيع لو ودوره في تطور الأحداث. بشكل ضمني واضح أن اللعبة هيكون فيها تركيز أكتر على عنصر القتال مقارنة بالجزء الماضي، والحقيقة مع أننا في بداية العام فلا مش قادر أنتظر عام 2025 عشان نستمتع بالعنوان دوت لو لينا عمر. وفي مفاجأة أخرى وصفعة على وجه كونامي، أعلن كوجيما وهيرمان هيلست عن مشروع جديد حصري للبلاي ستيشن، وهو لعبة ستشوش الحدود بين الألعاب والأفلام على حد قول كوجيما، واللي خدوا ديت هتكون لعبة تسلل وأكشن زي سلسلة ماتل جير اللي كوجيما أبدعها. طبعا لسه بدري على بال ما نعرف أكتر عن العنوان دوت. وأخيرا تم التنويه بأنه هناك عرض State of Play آخر هذا الشهر سيركز فقط على Final Fantasy 7 Rebirth. تمام، دوت ملخص العرض. إيه بقى رأيي فيه؟ أنا علشان أقيم حاجة لازم أسأل نفسي بعض الأسئلة. هو إيه أصلا لازمة العروض اللي بتتعمل ديت؟ النينتندو دايركت، State of Play، الأكس بوكس شوكيس بارتنرز، مش عارف مين، البطاطس، الكلام دوت كذا حاجة. أول حاجة جذب انتباه الميديا تتكلم، فلو حد نسي شويه السويتش ولا نسي شويه بلاي ستيشن ولا نسي شويه الاكس بوكس يرجع تاني الناس تتكلم وتعمل شير وتعمل مش عارف ايه وتعليقات وخناقات والكلام ده، فدوت جذب انتباه. نقدر نقول في هذا بهذا الصدد اي حاجه هتطلع من شركه كبيره طبعا هتحصل على انتباه بدون شك. تاني حاجه هو رسم خارطه الطريق لما هو اتي. يعني أنا دلوقتي واحد عندي جهاز بلاي ستيشن 5 أو نينتندو أو أي كان، بس نركز على بلاي ستيشن 5، إيه اللي جاي في السكة؟ فده طبعا يتضمن حاجتين، ألعاب طرف ثالث، حاجة مثلا زي دراجونز دوغما 2 زي ما شفنا هتنزل على الأكس بوكس سيريز X، هتنزل على الحاسب، ألعاب طرف ثالث. أنا كمقتني لبلاي ستيشن 5 مش فارق معايا إنها تنزل على الجهاز التانية، ما دي الطريقة اللي أنا هلعب بيها العنوان دوت على الجهاز بتاعي، فيهمني إنها تبقى موجودة على الجهاز بتاعي. فإذا ألعاب طرف ثالث، ثم بقى الحاجة اللي تميز الجهاز بتاعي اللي أنا اشتريت علشانه اشتريت بلاي ستيشن 5 ما اشتريتش اكس بوكس، أو علشانه اشتريت كونسول وما اشتريتش حاسب. فأنا شايف إن العرض كان فيه ميكس معقول جدا من العناوين، ممكن ناخد وندي. يعني انا قريت بعض التعليقات ما كانش عاجبها سايلنت هيل، ولما انا كنت طبعا متحمس لان سايلنت هيل 2 يعني تمام، بس لما قعدت ابص عليها يعني انا مش مضايقني الجرافيك، بس لاحظت لا ده هو مش بس الجرافيك، ده كمان الانيميشن في يعني محتاجه شغل اكتر، بس دي لعبه ان ديفلوبمنت يعني ممكن تتظبط عن كده، وما بس يمكن كانت سوني محتاجه تقول لنا، وهي ديت النقطه، استنوا العنوان ده. وبعدين احنا شفنا رايز اوف رونن، يعني في حاجات بعيده ما نعرفش هتنزل امتى زي سايلنت هيل 2، ديث ستراندينج 2، عنوان ديث ستراندينج 2 2025 يعني لسه بدري، عنوان تاني من كوجيما هيبقى شبه ميتال جير ده غالبا هيبقى بلاي ستيشن 6 اصلا تمام. ف ديت حاجات بعيده الامد. وبعدين يقول لك والله في لعبه رايز اوف رونن مثلا حصريه على الجهاز امتى؟ 22 مارس. طب انا كواحد عندي بلاي ستيشن 5 بقول لك تمام قشطه، انا كده في حاجه خريطه الطريق واضحه بمجموعه من الالعاب التريبل اي الاندي الالعاب من الطرف الاول الطرف الثالث وهكذا. فاذا من الناحيه دي انا شايف انه كان عرض ممتاز، يعني ممتاز. ليه؟ الالعاب متنوعه، الالعاب تبدو لي جيده او هتكون مستواها كويس، او على الاقل عندها البوتنشال عندها الاحتماليه انها تبقى العاب جيده، حمسني ان انا ابقى مقتني للبلاي ستيشن وان انا اتطلع ان انا اشغل عليه بعض الالعاب. فانا شايف من هذه الناحيه ايضا العرض كان ممتاز. فقلنا اهميه العرض ايه؟ انه يجذب الانتباه وانه يرسم خارطه الطريق. وطبعا الهدف الضمني بقى الاساسي ان يبقى في مبيعات ويبقى في ناس بقى تنزل تشتري وبتاع، ديت حاجه ما تهمناش يعني ماشي، طبعا لازم بتهمنا علشان لازم الشركه تنجح عشان تعمل لنا العاب، فيهمنا من هذا الناحيه. لكن يعني الجانب بتاع البيزنس انا بقى بالنسبه لي بقى لان في ناس بقى بتحلل اللي هو ايه، لا والله الفريم دوت كان كذا وهنا كان مده مش عارف ايه دقيقه ونص كان المفروض يبقى قد ايه وهنا الالوان كانت مالها الكلام دوت كله. انا بالنسبه لي الصراحه
لا يعنيني، بما فيها ظهور هيرمان هيلستريس بلاي ستيشن جديد زي ما انا قلت، عنده كاريزما اسفنجه المواعين. ناس كتير قوي ركزت معايا يا جماعه، ده محاسب، ده حرفيا جابوا محاسب، ده علشان ده راجل ما عندوش قلب. انا اسف لو في حد محاسب بيتابعني. قصدي اقول يعني مش بقى اللي هو فيل سبنسر طالع بقى عامل نفسه جيمر وبتاع، او مثلا مياموتو هو اساسا راجل يعني نتندو بتاع وباريو يعني، لا ده راجل بيزنس بقى، بيزنس بيزنس بتاع ارقام اساسا. يعني طالع بيتكلم بيحاول يبقى حماسي، بس طبعا مش مهم، انا ما يهمنيش، انا يهمني في الاول في الاخر الجيمز. انا شايف العرض كان حلو الصراحه، قولوا لي رايكم في الكومنت سكشن، اختلفوا معايا، اتخانقوا معايا، كله تمام. وبكده نبقى وصلنا لنهايه المقطع اللي انا هتعب جدا في عمل الايديتنج بتاعه، لانه واضح هيبقى مقطع طويل جدا. اتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا بيه، وانكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا. بقدر جدا مشاهدتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم وحضوركم معايا، دوت بيساعدني بشكل يعني ما تقدروش تتخيلوا. شكرا للمشاهده، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.